خناقة رهيبة جدا على الهوا. الكابتن رضا عبد العال طقم لسمير كمونة ومحمود ابو الدهب. كابتن رضا عبد العال على قناة تن مع اسلام صادق قال لمحمود ابو الدهب وسمير كمونة: انتم ضلالية وما بتفهموش، واللي يقول هدف المصري الملغي تسلل ما بيفهمش كورة. ومسكهم شلفقهم على الهوا وفضيحة من العيار الثقيل. يا ترى عمنا المحترم الدكتور نشأت الديهي هيوافق على استمرار هذه المهازل من رضا عبد العال؟ خليني يا جماعة أوريكم يعني اللقطات. للأسف الشديد رضا عبد العال شتمهم وبهدلهم ومسح بيهم الأرض. بهدلهم وشتمهم ومسح بيهم الأرض. تخيلوا؟ وانسحبوا من على الهوا. فين بقى المجلس الأعلى للإعلام وفين الميثاق وفين الناس المسؤولة يا جماعة؟ أين أنتم؟ وطبعا رضا طبعا غلط فينا أنا والدهب. إحنا مش أغبياء، وإحنا كنا أغبياء، هو كمان غبي يعني ما بيفهمش. اطلع وكده عيب، عشان كده ما ينفعش. لا دي مش أول مرة، لا معلش معلش، ومرة بوشين ومش بوشين، هو بيتوش مش بوشين. الموضوع خربان. الانسحاب من على الهوا في قناة تن، والكابتن سمير كمونة يرد بقوة: احنا مش اغبياء انا وابو الدهب، واذا كنا احنا اغبياء رضا عبد العال غبي، ودي مش اول مرة ومش هنسكت. الزميل اسلام صادق اخبر المخرج فورا بانه يقفل الهوا. طبعا عشان الحقوق، انا بحاول اشرح لكم عشان الحقوق المقبلة. كابتن اي مدى انت راضي النهارده كابتن رضا عبد العال بهدل الدنيا، بهدل الدنيا او اداره سوارز للمباراه؟ رضا عبد العال شتم الناس على الهوا. الكابتن سمير ما رضيش يجاوب على سؤال اسلام صادق. مش هكمل الحلقه، اهو بينسحب. مش هكمل الحلقه. رضا سمير كمونه غلط فينا انا والدهب. اهو احنا مش اغبياء، احنا مش اغبياء، احنا كنا اغبياء، هو كمان غبي. واذا كنا اغبياء رضا اطلع كده عيب، عشان كده ما ينفعش. لا دي مش اول مره، لا معلش معلش، ومره بوشين ومش بوشين، هو بيتوش مش بوشين. طبعا بعتذر اذا كنت بعلي صوتي مع الفيديو عشان الحقوق، لان لازم صوتي يبقى اعلى من الفيديو علشان خاطر ما عندناش حقوق يا جماعه. فضيحه على قناه تن. رضا عبد العال قال لابو الدهب ما بتفهموش واغبياء، واللي يقول على تسلل المصري وهدفه تسلل ما بيفهمش وغبي. الاستاذ اسلام صادق راح يقول يوجه سؤاله للكابتن سمير بعد ما رضا خلص، راح قال له: معلش رضا عبد العال غلط فينا وقال احنا اغبياء انا وابو الدهب، واذا كنا احنا اغبياء فهو غبي، وانا مش هكمل وانسحب من على الهوا. فاسلام اضطر لانه يخرج هوا. فضيحة من العيار الثقيل. وفضيحة تانية في قناة الزمالك. الكابتن ياسر عبد الرؤوف بيقول لخالد الغندور ان محمود البنا بعد اللعبة بتاعت التسلل بتاعت المصري كلم طارق مجدي في الاربيز في الفار، قال له اللعبة ايه؟ فطارق مجدي قال له: ما عنديش لقطات، ان صحت هذه الرواية كارثة، ولكن أؤكد لكم أن طارق مجدي قدامه كل المونيتور، وهذا الكلام لا أعتقد أنه صحيح، وجانب الكابتن ياسر التوفيق تماما 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 بخبرة السنين، هذا الكلام لا يصدق. هذا الكلام لا يصدق اللي قاله الكابتن ياسر عبد الرؤوف. كده اعتقد ما سبناش حاجه وفرمنا كل ملف مباراه الاهلي والمصري.